أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في خدمة دروس. اليوم لدينا درس بعنوان تقدير ناتج الطرح لمادة الرياضيات للصف ثاني ابتدائي. فهيا بنا أعزائي الطلاب نتعلم اليوم تقدير ناتج الطرح لأعداد من ثلاثة أرقام. فهيا بنا للنشاط التالي. في أحد الشوارع يقع منزل خالد بين منزلي فهد وسعد. إذا كانت المسافة بين منزلي فهد وسعد 644 متراً، والمسافة بين منزلي فهد وخالد 332 متراً، فما المسافة بين منزلي سعد وخالد تقريباً؟ إذا أردت يا أبطال أن أوجد المسافة بين منزلي سعد وخالد، فإنني سأطرح من العدد 644 332، وسأستخدم يا أبطال التقريب إلى أقرب 10 والتقريب إلى أقرب 100. الآن أقرب إلى أقرب 10، وهنا يا أبطال سأقرب إلى أقرب 100. نأخذ يا أبطال العدد الأول. العدد الأول 644 ناقص 332. الآن سأقرب هذا العدد يا أبطال إلى أقرب 10. إذا أردنا أن نقرب إلى أقرب 10، أذهب إلى منزلة العشرات وأنظر إلى الرقم الذي قبلها. إذا كان الرقم كبير يا أبطال فإنني أقرب إلى العشرة التالية، وإذا كان الرقم صغير فإنني أبقي العشرات كما هي. الآن يا أبطال منزلة الآحاد فيها عدد صغير، أحسنتم، إذن نبقي العشرات كما هي. إذن يكون العدد يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 640، أحسنتم، ناقص. نأتي العدد الثاني يا أبطال وسنقربه إلى أقرب 10. نذهب للعشرات، ما هو الرقم يا أبطال الذي يسبق العشرات؟ الاثنان، أحسنتم، الاثنان يا أبطال. هل هو من الأعداد الكبيرة أم الصغيرة؟ الصغيرة، أحسنتم، إذن نبقي العشرات كما هي. إذن العدد 332 مقرب إلى أقرب 10 يساوي 330، أحسنتم. الآن نطرح هذين العددين، صفر ناقص صفر يا أبطال، صفر، أحسنتم، أربعة ناقص ثلاثة واحد، ممتازين، وستة ناقص ثلاثة ثلاثة، أحسنتم. إذا ناتج الطرح 310، أحسنتم. نأتي الآن يا أبطال وسنقرب العددين إلى أقرب 100. العدد الأول 644 ناقص العدد الثاني 332. نقرب يا أبطال العدد الأول إلى أقرب 100. إذا أردت أن أقرب إلى أقرب 100 أذهب إلى المئات. المئات يا أبطال 6، وأنظر إلى الرقم الذي قبلها. الرقم الذي قبلها 4. إذا كان الرقم كبير فإنني أقرب إلى المئة التالية، وإذا كان الرقم صغير فإنني أبقي المئات كما هي. الآن يا أبطال الرقم صغير، إذا تكون المئات كما هي، يصبح العدد 600، ممتازين، ناقص. نأتي العدد الآخر يا أبطال ونذهب للمئات. المئات 3، ما هو الرقم الذي قبلها؟ 3 أيضا. إذن الثلاثة يا أبطال من الأرقام الصغيرة، أحسنتم، إذن أبقى المئات يا أبطال كما هي. إذن يكون هذا العدد مقرب إلى أقرب 100 300، ممتازين. الآن نطرح 600 ناقص 300 كم تساوي يا أبطال؟ 300، أحسنتم. إذن الفرق المضبوط بين 644 و 332 يساوي 312 متر. إذن كل التقديرين معقولين. نلاحظ يا أبطال أن ناتج العددين المقربين إلى أقرب 10 وهو 310، وناتج العددين المقربين إلى أقرب 100 وهو 300، قريبين من الفرق المضبوط. إذن التقديرين معقولين، أحسنتم. انتقل الآن للمثال الأول. أقدر ناتج الطرح بتقريب كلا العددين إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100 ثم أجد ناتج الطرح المضبوط وأحوط التقدير الأقرب. لدي يا أبطال عددين 482 ناقص 217. سأقرب يا أبطال هذين العددين إلى أقرب 10. إذا أردت أن أقرب إلى أقرب 10 يا أبطال أذهب إلى العشرات. العشرات 8. ما هو الرقم يا أبطال الذي قبلها؟ اثنان، أحسنتم، الاثنان يا أبطال من الأرقام الصغيرة. إذن أبقي العشرات كما هي. إذن يكون العدد 480. العدد التالي يا أبطال أذهب إلى العشرات، والرقم الذي قبلها يا أبطال هو السبعة، والسبعة يا أبطال من الأرقام
الكبيرة. إذن نقرب هذا العدد يا أبطال إلى العشرة التالية، نضيف واحد العشرات ويكون العدد يا أبطال هذا مقرب إلى أقرب عشرة 220. أحسنتم. الآن نطرح 0 ناقص 0 0. أحسنتم. 8 ناقص 2 6 أبطال. 4 ناقص 2 2. ممتازين. إذن ناتج الطرح يا أبطال مقرب إلى أقرب عشرة 260. نأتي الآن يا أبطال ونقرب هذين العددين إلى أقرب 100. نذهب للمئات. المئات يا أبطال في هذا العدد 4. أحسنتم. ما هو الرقم الذي قبلها؟ 8. هل هو كبير أم صغير؟ كبير. أحسنتم. إذا كان الرقم يا أبطال الذي قبلها كبير فإنني أقرب إلى المئة التالية. إذن يصبح هذا العدد يا أبطال مقرب إلى أقرب 100 500. أحسنتم. نأتي عدد آخر يا أبطال ونذهب إلى المئات. المئات 2. أحسنتم. ما هو الرقم الذي قبلها؟ 1. هل هو كبير أم صغير؟ صغير. أحسنتم. إذن نبقى المئات كما هي. إذن هذا العدد 217 مقرب إلى أقرب 100 يساوي 200. أحسنتم. 500 ناقص 200 كم يساوي يا أبطال؟ 300. ممتازين. الآن نوجد ناتج الطرح المضبوط. 482 ناقص 217. 2 ناقص 7 كم يساوي يا أبطال؟ لا أستطيع يا أبطال أن أطرح الاثنان من السبع. إذن ماذا نفعل؟ أبطال نأخذ من العشرات واحدة. العشرات 8. إذا أخذنا منها واحدة يا أبطال تصبح 7. ممتازين. والاثنان يا أبطال في الآحاد تصبح 12. ممتازين. 12 ناقص 7 كم تساوي؟ 5. أحسنتم. 7 ناقص 1 كم تساوي يا أبطال؟ 6. أحسنتم. 4 ناقص 2 كم تساوي؟ 2. أحسنتم. إذن ناتج الطرح المضبوط يا أبطال 265. أي التقديرين يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط؟ ممتازين. إلى أقرب 10 يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط. ممتازين. ننتقل الآن للتدريب الأول. أقدر ناتج الطرح بتقريب كلا العددين إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100 ثم أجد ناتج الطرح المضبوط وأحوط التقدير الأقرب. لدي أبطال عددين 762 ناقص 308. الآن سنقرب يا أبطال العدد الأول إلى أقرب 10. إذا أردت أن أقرب إلى أقرب 10 أذهب إلى العشرات. ما هو الرقم الذي قبله يا أبطال؟ 2. هل هو كبير أم صغير؟ صغير. أحسنتم. إذن نبقي العشرات كما هي ويكون العدد 760. أحسنتم. العدد التالي يا أبطال نذهب إلى العشرات. كم العشرات؟ 0. أحسنتم. ما هو الرقم يا أبطال الذي قبل العشرات؟ 8. أحسنتم. هل هو كبير أم صغير؟ كبير. أحسنتم. إذن نقرب هذا العدد يا أبطال إلى العشرة التالية ونضيف واحد إلى العشرات. العشرات 0. إذا أضفنا لها واحد يا أبطال كم يصبح هذا العدد؟ ممتازين. 310. الآن نطرح 0 ناقص 0 0. أحسنتم. 6 ناقص 1 5. ممتازين. 7 ناقص 3 4. أبطال. إذن ناتج الطرح يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 450. الآن يا أبطال سنقرب العددين إلى أقرب 100. نذهب إلى منزلة المئات. المئات يا أبطال في هذا العدد 7. ما هو الرقم الذي قبلها؟ 6. أحسنتم. والستة يا أبطال من الأرقام الكبيرة. إذن نقرب إلى المئة التالية. نضيف واحد إلى المئات. إذن يصبح العدد 800. أحسنتم. نقرب يا أبطال العدد الثاني. نذهب إلى المئات. ما هو الرقم الذي قبلها؟ 0. هل هو كبير أم صغير؟ صغير. إذن نبقي المئات كما هي ويصبح العدد 300. ممتازين. 800 ناقص 300 كم تساوي يا أبطال؟ 500. أحسنتم. الآن يا أبطال نوجد ناتج الطرح المضبوط. 2 ناقص 8 كم تساوي؟ أحسنتم. لا أستطيع يا أبطال أن أطرح من الاثنان 8. إذن ماذا نفعل؟ أحسنتم. نأخذ واحدة من العشرات. إذن العشرات 6. نأخذ منها واحدة يا أبطال تصبح 5. ممتازين. والاثنان في الآحاد تصبح 12. أحسنتم. 12 ناقص 8 كم تساوي يا أبطال؟ 4. أحسنتم. 5 ناقص 0 كم تساوي؟ 5. أحسنتم. نأتي المئات. 7 ناقص 3
أربعة أحسنتم. إذا ناتج الطرح المضبوط يا أبطال 454. أي التقديرين أقرب يا أبطال؟ هل هو إلى أقرب 10 أم إلى أقرب 100؟ أحسنتم، التقدير إلى أقرب 10 أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط. ممتازين، ننتقل الآن للتدريب الثاني. أقدر ناتج الطرح بتقريب كلا العددين إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100 ثم أجد ناتج الطرح المضبوط وأحوط التقدير الأقرب. لدي العددين 982 ناقص 273. الآن نقرب يا أبطال العدد الأول إلى أقرب 10. 982 يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 كم يساوي؟ أحسنتم، 980. العدد 273 مقرب إلى أقرب 10 كم يساوي يا أبطال؟ ممتازين، 270. الآن نطرح 0 ناقص 0 0، 8 ناقص 7 1. أحسنتم، 9 ناقص 2 7. أحسنتم، إذا ناتج الطرح يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 هو 710. أحسنتم، الآن نقرب إلى أقرب 100. 982 يا أبطال مقرب إلى أقرب 100 كم يساوي؟ 1000. أحسنتم، لماذا 1000 يا أبطال؟ لأن المئات 9 والرقم الذي قبلها 8. إذا نقرب إلى المئة التالية، إذا نضيف 1 للمئات تصبح المئات 10. الآن نأتي العدد الثاني يا أبطال مقرب إلى أقرب 100. 273 إذا قربنا إلى أقرب 100 كم يساوي يا أبطال؟ 300. ممتازين، 1000 ناقص 300 كم يساوي يا أبطال؟ ممتازين، يساوي 700. الآن نوجد ناتج الطرح المضبوط. 2 ناقص 3 يا أبطال كم يساوي؟ أحسنتم، لا أستطيع أن أطرح 2 من الثلاثة، إذن نأخذ 10 يا أبطال من العشرات وتصبح 7. أحسنتم، والاثنان في الآحاد تصبح يا أبطال 12. أحسنتم، 12 ناقص 3 9. ممتازين، 7 ناقص 7 كم تساوي؟ 0. أحسنتم، 9 ناقص 2 7. أحسنتم، إذا ناتج الطرح المضبوط يا أبطال 709. أي التقديرين أقرب يا أبطال إلى ناتج الطرح المضبوط؟ أحسنتم، إلى أقرب 10 يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط. ننتقل الآن للمثال الثاني. تبلغ كتلة الجمل الكبير 283 كيلو جرام، أما الجمل الصغير فتبلغ كتلته 112 كيلو جرام، وقد قدر عبد الله الفرق بين الكتلتين ب 170 كيلو جرام، أما عبد الرحمن فقد قدر الفرق ب 200 كيلو جرام، لماذا اختلف التقديران؟ الآن يا أبطال سأوجد الفرق بين الجمل الكبير والجمل الصغير وسأقرب إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. نأخذ يا أبطال العددين ونقربهما إلى أقرب 10. 283 ناقص 112. سنقرب يا أبطال هذين العددين إلى أقرب 10 وإلى أقرب 100. العدد الأول يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 كم يساوي؟ ممتازين، يساوي 280. لماذا يا أبطال؟ لأن الرقم الذي قبل العشرات يا أبطال صغير، إذن أبقي العشرات كما هي ويصبح العدد 280. العدد التالي يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 كم يساوي يا أبطال؟ أحسنتم، يساوي 110. لماذا يا أبطال؟ لأن الرقم الذي قبل العشرات يا أبطال صغير، إذن أبقي العشرات كما هي. الآن نطرح يا أبطال 80 ناقص 10 70. أحسنتم، 200 ناقص 100 يساوي 100. إذن كم يكون الناتج يا أبطال؟ أحسنتم، 170. الآن نقرب هذين العددين إلى أقرب 100. العدد الأول يا أبطال مقرب إلى أقرب 100 كم يساوي؟ أحسنتم، يساوي 300. لماذا يا أبطال 300؟ لأن الرقم الذي قبل المئات وهو الثمانية يعتبر من الأرقام الكبيرة، إذن نقرب العدد إلى المئة التالية، نضيف 1 إلى المئات وتصبح المئات 300. أحسنتم، إذن 300 ناقص، نقرب العدد الآخر يا أبطال إلى أقرب 100. ممتازين، 112 يا أبطال أقرب إلى 100. أحسنتم، 300 ناقص 100 كم يساوي يا أبطال؟ 200. أحسنتم،
إذن يا أبطال نلاحظ ناتج الطرح مقرب إلى أقرب 10 170، ونلاحظ ناتج الطرح مقرب إلى أقرب 100 200. إذن لماذا يا أبطال اختلف تقدير عبد الله عن تقدير عبد الرحمن؟ أحسنتم، لأن عبد الله قدر إلى أقرب 10 وكان الناتج يا أبطال 170. أحسنتم، أما عبد الرحمن فقد قدر إلى أقرب 100 وكان الناتج يا أبطال 200. أحسنتم، ننتقل الآن للتدريب الثالث. أقدر ناتج الطرح بتقريب كلا العددين إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100 ثم أجد ناتج الطرح المضبوط وأحوط التقدير الأقرب. العددين يا أبطال 870 ناقص 401 و30. 870 يا أبطال مقربة إلى أقرب 10 كم تساوي؟ أحسنتم، تساوي 870. ممتازين. 431 إذا قربناها يا أبطال إلى أقرب 10 كم تساوي؟ أبطال تساوي 430. الآن نطرح 0 ناقص 0 0. أحسنتم، 7 ناقص 3 4. ممتازين. 8 ناقص 4 4. أحسنتم، إذن الناتج 440. أحسنتم، الآن نقرب هذين العددين إلى أقرب 100. 870 يا أبطال مقربة إلى أقرب 100 كم تساوي يا أبطال؟ 900. أحسنتم، 431 مقربة إلى أقرب 100 كم تساوي يا أبطال؟ 400. ممتازين. 900 ناقص 400 كم تساوي؟ أبطال تساوي 500. الآن نوجد يا أبطال ناتج الطرح المضبوط. 0 ناقص 1 كم يساوي؟ أبطال لا أستطيع أن أطرح من الصفر 1، إذن نأخذ 1 من العشرات وتصبح العشرات يا أبطال 6، ويكون الصفر في الآحاد عبارة عن 10. أحسنتم، 10 ناقص 1 9. أحسنتم، 6 ناقص 3 3. ممتازين. 8 ناقص 4 4. ممتازين. الآن ناتج الطرح المضبوط 439. أي التقديرين يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط؟ أبطال إلى أقرب 10 يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط. أحسنتم، ننتقل الآن للتدريب الرابع. أقدر ناتج الطرح بتقريب كلا العددين إلى أقرب 10 ثم إلى أقرب 100 ثم أجد ناتج الطرح المضبوط وأحوط التقدير الأقرب. نأتي العددين 556 ناقص 225. الآن نقرب العددين 556 ناقص 225 إلى أقرب 10. 556 يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 كم يساوي؟ أبطال 560. 225 مقرب إلى أقرب 10 كم يساوي يا أبطال؟ ممتازين. 230. الآن نطرح 0 ناقص 0 0. 6 ناقص 3 3. 5 ناقص 2 3. ممتازين. إذن ناتج الطرح يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 يساوي 330. أحسنتم، الآن نقرب إلى أقرب 100. 556 مقرب إلى أقرب 100 كم يساوي يا أبطال؟ 600. أحسنتم، 225 مقربة إلى أقرب 100 كم تساوي؟ تساوي 200. أحسنتم، 600 إذا طرحنا منها يا أبطال 200 كم تساوي؟ أبطال تساوي 400. الآن نوجد ناتج الطرح المضبوط. 6 ناقص 5 كم تساوي يا أبطال؟ 1. أحسنتم، 5 ناقص 2 3. أبطال، 5 ناقص 2 أيضا 3. أحسنتم، إذن ناتج الطرح المضبوط يا أبطال 331. أي التقديرين أقرب يا أبطال إلى ناتج الطرح المضبوط؟ إجابة صحيحة، التقدير إلى أقرب 10 أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط. أحسنتم، ننتقل الآن لسؤال التقويم الأول. باعت مكتبة 374 كتابا يوم الاثنين و214 كتابا يوم الثلاثاء، بالتقريب إلى أقرب 10 كم يزيد ما باعته المكتبة في يوم الاثنين عن يوم الثلاثاء؟ الآن يا أبطال كيف سأوجد حل هذا السؤال؟ أبطال سنقرب إلى أقرب 10 ونطرح العددين. أحسنتم، سنوجد يا أبطال الزيادة التي باعت المكتبة في يوم الاثنين عن يوم الثلاثاء. أحسنتم، إذا نقول
374 ناقص 214. سنقرب يا أبطال هذين العددين إلى أقرب عشرة. ممتازين. 374 يا أبطال مقرب إلى أقرب عشرة كم يساوي يا أبطال؟ ممتازين. 370 214 مقرب إلى أقرب عشرة كم يساوي أعزائي الطلاب؟ 210. ممتازين. الآن نطرح هذين العددين، صفر ناقص صفر صفر. أحسنتم. 7 ناقص 1 6 أبطال. 3 ناقص 2 يساوي 1. أحسنتم. كم هي الزيادة يا أبطال التي باعت المكتبة في يوم الاثنين عن يوم الثلاثاء؟ ممتازين. 160 كتاب. أحسنتم. إذن يزيد يوم الاثنين عن يوم الثلاثاء ب 160 كتاب. أحسنتم. ننتقل الآن لسؤال التقويم الثاني. أقدر ناتج الطرح بتقريب كلا العددين إلى أقرب عشرة ثم إلى أقرب 100 ثم أجد ناتج الطرح المضبوط أو حوط التقدير الأقرب. لدي العددين 993 ناقص 79. سنقرب يا أبطال العدد الأول إلى أقرب عشرة كم يساوي؟ أحسنتم. 990. 79 يا أبطال مقرب إلى أقرب عشرة كم يساوي؟ ممتازين. يساوي 80. الآن نطرح يا أبطال. 0 ناقص 0 0. 9 ناقص 8 1. أحسنتم. والعشرات نكتبها كما هي. أحسنتم. إذا ناتج الطرح يا أبطال مقرب إلى أقرب عشرة 910. أحسنتم. الآن نقرب إلى أقرب 100. 993 مقربة إلى أقرب 100 كم تساوي يا أبطال؟ أحسنتم. تساوي 1000. 79 مقربة إلى أقرب 100 كم تساوي؟ أبطال تساوي 100. 1000 ناقص 100 كم تساوي يا أبطال؟ ممتازين. تساوي 900. الآن نوجد ناتج الطرح المضبوط. 3 ناقص 9 كم تساوي أعزائي الطلاب؟ أحسنتم. لا أستطيع أن أطرح من الثلاثة 9. إذن ماذا أفعل؟ أبطال نأخذ من العشرات واحدة. العشرات 9. إذا أخذنا منها واحدة كم تصبح؟ 8. ممتازين. والثلاثة يا أبطال في الآحاد كم تصبح؟ 13 أبطال. 13 ناقص 9 كم تساوي؟ ممتازين. تساوي 4. 8 ناقص 7 أبطال تساوي 1. والمئات أكتبها كما هي. أحسنتم. إذا ناتج الطرح المضبوط 914. أي التقديرين يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط؟ أبطال إلى أقرب 10 يا أبطال أقرب إلى ناتج الطرح المضبوط. أحسنتم. تعلمنا أعزائي الطلاب اليوم تقدير ناتج الطرح لأعداد من 3 أرقام. فإذا أردنا تقدير ناتج الطرح يا أبطال فإنني أستخدم الطريقتين التالية. الطريقة الأولى التقريب إلى أقرب عشرة. فإذا كان لدي يا أبطال هذين العددين وأردت أن أقرب إلى أقرب عشرة ووجد الناتج، نأخذ العدد الأول يا أبطال ونقربه إلى أقرب عشرة. إذا أردنا أن نقرب إلى أقرب عشرة فإنني أذهب إلى العشرات وأنظر إلى الرقم الذي قبلها. إذا كان الرقم كبير فإنني أقرب إلى العشرة التالية، وإذا كان الرقم صغير فإنني أبقي العشرات كما هي. التسعة يا أبطال كبيرة، إذا لابد أن أقرب إلى العشرة التالية. إذا العدد الأول يا أبطال مقرب إلى أقرب عشرة يساوي 470. نأتي يا أبطال العدد الآخر 253. إذا أردنا أن نقربه إلى أقرب عشرة نذهب إلى العشرات. العشرات 5. ما هو الرقم الذي قبلها؟ 3. هل الثلاثة كبيرة أم صغيرة يا أبطال؟ صغيرة. أحسنتم. إذا نبقي العشرات كما هي ويكون العدد 250. الآن نطرح هذين العددين ونوجد الناتج. 0 ناقص 0 0. أحسنتم. 7 ناقص 5 2. ممتازين. 4 ناقص 2 2. أحسنتم. إذا ناتج الطرح يا أبطال مقرب إلى أقرب 10 يساوي 220. الطريقة الثانية يا أبطال هي التقريب إلى أقرب 100. إذا أردت أن أقرب هذين العددين يا أبطال إلى أقرب 100 فإنني أذهب إلى منزلة المئات. ممتازين. أذهب إلى المئات وأنظر إلى الرقم الذي قبلها. إذا كان كبير أقرب إلى المئة التالية، وإذا كان صغير أبقى المئات
كما هي. الآن نلاحظ أن الرقم الذي قبل مئات 6 ويعتبر كبير، أحسنتم. إذا نقرب إلى المئة التالية ويصبح العدد 500، أحسنتم. نأتي العدد الآخر يا أبطال، نذهب إلى المئات، ما هو الرقم الذي قبلها؟ 5، أحسنتم. الخمسة تعتبر من الأرقام الكبيرة، أحسنتم. إذا 253 مقرب إلى أقرب 100 كم يساوي؟ 300، أحسنتم. إذا 500 ناقص 300 كم يساوي يا أبطال؟ يساوي 200 أبطال. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.